إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني. أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، في حلقتنا هذه سنتابع ما بدأناه من تفسير الآية 189 من سورة البقرة. فإلى التفسير. يسألونك عن الأهلة، السؤال هو إما أن يكون طلب بذل وإما أن يكون طلب خبر. فالسؤال الأول الذي هو طلب البذل هو الاستجداء، وهذا يتعدى إلى مفعوله بدون واسطة. سألته المال، سألت الله ولدا، سألت الله علما. وأما طلب الخبر وهو الاستفهام فهو يتعدى بعن أو ما يحل محلها. سألت عن كذا، ويسألونك عن الأهلة، فالسؤال هنا بمعنى الاستفهام وطلب الفهم. يسألونك عن الأهلة، والأهلة جمع هلال، والهلال هو القمر عندما يبدو أول شهر في الليلة الأولى منه والليلة الثانية، وقيل بل والليلة الثالثة، وقيل يسمى هلالا إلى أن يحجر، أي يكون حوله كالخيط، ضوء كالخيط. وقيل يسمى هلالا إلى أن يغلب ظلام الليل، وغيى ذلك بعضهم بالليلة السابعة. وقيل يسمى هلالا في الليلتين الأوليين من الشهر والليلتين الأخيرتين اللتين يظهر فيهما الهلال من الشهر، وذلك لأنه يعود كما كان أول مرة. والأظهر أن إطلاق الهلال آخر الشهر هو من باب المجاز الاستعاري لتشبيه منظر القمر في ذلكم الوقت بمنظره في أول الشهر. وسمي هلالا لأجل ارتفاع الأصوات عند رؤيته. يقال استهل الهلال وأهل، واستهللنا الهلال وأهللناه، ولا يقال أهل الهلال بالبناء للفاعل ولا هل الهلال، وإنما يقال استهل الهلال بمعنى تبين. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس. هذه الأهلة كانت على ما هي عليه لأن الله تعالى أرادها أن تكون مواقيت للناس. والمواقيت جمع ميقات، والميقات مأخوذ من الوقت، وقد فرق بين الزمن والدهر والوقت بأن الدهر يشمل منذ بداية حركة الفلك الأعظم إلى نهاية هذا الكون، كل ذلك يسمى دهرا. وأما الزمن فيكون للمضي
وللحاضر وللمستقبل. وأما الوقت فهو الذي يتقيد بما فرض له من عمل يقع فيه. وعبر عن الوقت بالميقات هنا لأجل المبالغة، لأن وزن مفعال وزن آلي كمصباح ومنظار وجميع الآلات تأتي إما على وزن مفعل وإما على وزن مفعال، وهذا لأجل المبالغة. فكأن نفس الوقت صار آلة للتحديد، لتحديد الأعمال. وقيل الميقات هو حد الوقت الذي ينتهي إليه، حد الوقت الذي ينتهي إليه، أي المقدار الأخير من الزمن المحدد لشيء، والمقدار الأخير من الزمن المحدد لشيء. وعلى هذا فالإتيان بالصيغة الآلية هنا لأجل أن الوصول إلى ذلك الوقت هو الذي تتحدد به النهاية، نهاية ذلك الوقت الذي فرض لذلك العمل. وبهذا يتبين أن الأصل في الميقات أن يكون زمانيا، إلا أنه أطلق الميقات أيضا على الحدود المكانية كبواقيت الحج لأجل تشبيه الحدود المكانية بالحدود الزمانية، فذلك مجاز استعاري. أخبر الله تبارك وتعالى عن الحكمة من بدو الأهلة على هذه الحالة وتغير أطوارها من طور إلى طور حتى ينسلخ الشهر ويأتي شهر ويأتي شهر آخر، وهو أن الأهلة أو الأقمار لو استمرت على حالة واحدة لما عرف الناس المواقيت الزمانية إلا بصعوبة وعسر. ولذلك يقول بعض المفسرين إن الشهور الشمسية لم تحدد إلا بعدما ارتقى العلم الرياضي ارتقاء بينا بزمن طويل، بخلاف الأهلة فإنها منظورة لجميع الناس، فالبدوي والحضري والمرأة والرجل والمثقف والجاهل كل منهم يستطيع أن يحدد هذه المواقيت بالنظر إلى الأهلة. والشهور الشمسية تعتمد على الحساب في الشهر وعلى الحالة الطبيعية في العام بخلاف الشهور القمرية، فإن الشهور القمرية تعتمد على الطبيعة. في معرفة الشهور، أما العام القمري فهو يعتمد على الحساب، وهذا لأجل السهولة في عد شهور العام، فإن شهور العام 12 شهرا، بينما عد أيام العام أمر صعب، فلذلك كان الاعتماد في هذه الشهور التي جعلها الله تعالى مواقيت لعباده على الطبيعة في معرفة بدايات الشهور ونهاياتها، وعلى
العد في معرفة بداية الأعوام ونهاياتها، وهذا لأن شريعة الله تعالى تأتي منسجمة مع الفطرة وملبية للمصلحة الإنسانية. ومعنى كون هذه الأهلة مواقيت للناس وأن الناس يعتمدون عليها في عباداتهم وفي معاملاتهم، فالحج والصيام والزكاة وعدد النساء وسائر التكاليف التي ترتبط بالأوقات كصوم الكفارات أو صوم النذر أو أداء النذور في أوقاتها إن كانت مقيدة بوقت، كل ذلك يرتبط بهذه الشهور، وكذلك المعاملات كالإيلاء والبيوعات التي تكون بين الناس كلها ترتبط في موازين الإسلام بهذه الشهور. وقد جعل الله تبارك وتعالى أحكام هذه الشهور مما يرتبط بالدين الحنيف، فقد قال عز من قائل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. فالدين القيم يرتبط بهذه الشهور، والمسلمون عندما كانوا معتزين بمواريثهم الفكرية والتاريخية ما كانوا يفرطون في الاعتماد على هذه الشهور القمرية، بل كان حسابهم منوطا بالشهور القمرية، وكانت معاملاتهم كلها ترتبط بالشهور القمرية. ولكن عندما غزوا سياسيا وفكريا صرفوا عن ذلك وزهدوا في مواريثهم الفكرية ومواريثهم التاريخية وعادوا يعولون على مواريث الآخرين، فلذلك عولوا على الشهور الشمسية التي لم يأتي الإسلام مؤولا عليها في أي نقطة من نقاط العبادات أو المعاملات، ولم يأتي التاريخ الإسلامي مرتبطا بها في أي مرحلة من مراحل. وهذا من جراء الهزيمة الفكرية والارتكاس الذي أصيب به المسلمون، إنها نكسة فكرية على المسلمين أن يربأوا بأنفسهم عنها وأن ينتشلوا أنفسهم من الضياع فيها. قل هي مواقيت للناس والحج. الحج من ضمن العبادات التي ترتبط بهذه الشهور، وقد أشير إلى العبادات وأشير إلى المعاملات إشارة عامة، قل هي مواقيت للناس، من غير أن ينص على شيء منها بعينه بخلاف الحج، وذلك لأمرين: أولهما التنبيه على أن الحج يرتبط بفترة معينة من الزمن من هذه الشهور القمرية، فلا يجوز تقديمه عنها ولا تأخيره عنها، بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية من النسيء الذي أخبر الله تعالى عنه أنه زيادة في الكفر، فإنهم كانوا يتصرفون في الحج بحسب هواهم ولا يقيدونه بما قيده الله تبارك وتعالى به من الميقات الزمني. ثانيهما أن ارتباط الحج بالأهلة هو أكثر من ارتباط أي عبادة أخرى، وذلك يظهر من أمرين اثنين: أولهما
أن الحج أراده الله تبارك وتعالى أن يكون موسما عاما لعباده يلتقون في ظلاله من مختلف أقطار العالم. فلو وكل ذلك إلى الناس يقدمونه حسب ما يشاءون ويؤخرونه كما يشاءون لأدى ذلك إلى فوات هذه الحجبة. وبهذا يتبين أن ارتباط الحج بهذه الشهور هو ارتباط تأصيلي وليس ارتباطا تكميليا فحسب. أما الصوم فإن الله تبارك وتعالى لحكمته قيده بشهر معين من شهور العام، أي صوم الواجب قيده الله تعالى بفترة معينة بشهر معين من شهور العام لحكمة علمها الله تبارك وتعالى، وذلك أمر تكميلي. فإن الصوم يمكن أن يقوم به كل إنسان بنفسه، ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يرتبط عباده بهذه العبادة في شهر معين، وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهو الذي يتميز بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وفي هذا أيضا تخفيف عن العباد، فإن امتناع جميع الناس عن الأكل في وقت معين أهون عليهم من أن يمتنع بعضهم دون بعض ويختلفون في هذا الامتناع تقديما وتأخيرا. والأمر الثاني هو أن الحج سواء كان فرضا أو نفلا قضاء أو أداء يرتبط بفترة معينة مرتبطة بظهور الأهلة. الحج أشهر معلومات، فليس للإنسان أن يقضي حجه إن فسد في أي شهر كان، وليس للإنسان أن يتدفل بالحج في أي شهر كان، وليس للإنسان أن يندر بأن يحج في أي شهر كان. الحج أشهر معلومات، ولذلك كان النذر بالحج والتنفل بالحج وقضاء الحج كل من ذلك يجب أن يتقيد بهذه الفترة التي تؤدى فيها فريضة الحج من غير تقديم ولا تأخير. هذا وقد استدل بالآية الكريمة لمذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما أنه يجوز تقديم الإحرام بالحج في أي شهر كان، فللإنسان أن يحرم عندهم في شهر رمضان بالحج أو في شهر شعبان أو في أي شهر ويبقى بإحرامه إلى ميقات الحج المحدد، بينما يرى غيرهم أن الحج لا يمكن إلا أن يتقيد بشهوره التي دل عليها قول الله تعالى الحج أشهر معلومات، وهي شهر شوال وشهر ذو القعدة وشهر ذو الحج على الاختلاف فيه هل كله ميقات للحج أو العشر الأولى منه فحسب أو العشرون منه فحسب. والجمهور يستدلون بقول الله تعالى الحج أشهر معلومات وبالسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مواقيت الحج الزمانية والمكانية ولم يفرط في شيء،
لو جاز تقديم الإحرام بالحج عن وقت الحج لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ الناس عنه مناسكهم، وبين عليه أفضل الصلاة والسلام اتساع كل ما كان حكمه أوسع من فعله صلوات الله وسلامه عليه. وقد رد أيضا بالآية الكريمة على مذهب الظاهرية الذين يقولون بأن المساقات تجوز من غير أن تحد بزمان معين، فإن المساقاة هي من جملة المعاملات، والمعاملات ترتبط بزمن محدد معين، كما يدل عليه قول الله تعالى قل هي مواقيت للناس. واستدل الظاهرية لما ذهبوا إليه بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث تعاقد مع اليهود في خيبر على أن يقوموا بشؤون النخل والزرع فيها إلى الوقت الذي يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إبعادهم عنها. وقد أجيب عن ذلك بأن إبقاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم إنما كان إلى الغاية التي يأذن الله تعالى فيها بإبقائهم، وعندما يأمر الله بإخلائهم منها فإنه عليه أفضل الصلاة والسلام يخليهم منها. وقد بين ذلك لهم بنفسه وبنص قوله، فلا يحمل حكم غيره صلى الله عليه وسلم في ذلك على حكمه عليه أفضل الصلاة والسلام. واستدل أيضا بالآية الكريمة على أن البيع إلى أجل غير محدد بزمن معين، وإنما هو محدد بحالة معينة لا يصح. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فقيل بجواز البيع إلى رجوع الغزاة أو حصاد الزرع أو الدياس أو أي شيء من هذا القبيل، وهو المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقال به مالك وأحمد وأبو ثور، وأما غيرهم فلا يرى جواز ذلك، وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، لأن البيع إلى أجل ينتهي هذا الأجل بحالة غير محددة بميقات زمني معين بيع إلى زمان مجهول، ولا يجوز البيع إلى زمن مجهول. هذا والآية الكريمة جاء ما يدل على أنها نزلت في عمرة الحديبية أو في عمرة القضية، ويستفاد ذلك من ما روي من قصة نزول الشطر الأخير من هذه الآية الكريمة، وهو قوله تعالى وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. فإن الروايات حسب ما جاءت بعضها يفيد أن ذلك كان في عمرة الحديبية التي صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت فيها، وبعضها يفيد أن ذلك كان في عمرة القضية في السنة الثانية
لعمرة الحديبية، أي في السنة السابعة من هجرته صلى الله عليه وسلم. وبعضهم استنتج أن الآية الكريمة نزلت بعد مشروعية الحج، بعد فرض الحج على العباد، بدليل قوله تعالى: قل هي مواقيت للناس والحج. وبعضهم قال بأن الآية نزلت قبل فرض الحج بزمن طويل، وإنما ذكر الحج فيها لأجل بيان أن الحج من التكاليف التي تجب على المسلمين لولا صد المشركين المسلمين عن البيت الحرام في خلال تلك الفترة التي سبقت الفتح المبين الذي عادت به أم القرى إلى حضيرة الإسلام والمسلمين. وليس في ذكر الحج في هذه الفترة ما يدل على ما ذهب إليه من ذهب من أن الحج فرض أو كان واجبا قبل أن يفتح المسلمون بيت الله تعالى الحرام، فإنه لا يلزم أن تكون الآية جاءت أو نزلت إثر آيات الصوم، وإن وضعت في هذا الموضع فقد تقدم آية عن الآيات التي سبقتها في النزول وتوضع في موضع آيات نزلت من قبلها بفترة كثيرة، وإنما تنظر المناسبات في القرآن. وعلى أي حال، فإن قراءة الجمهور والحج بفتح الحاء، وقرأ الحسن وابن إسحاق والحج بكسر الحاء في كل موضع، ويستفاد من كلام السيبويه أن الحج والحجة مصدران، وذهب بعضهم إلى أن الحج مصدر والحج اسم، ويفهم من كلام السيبويه أن الحج والحجة كلاهما مصدران، من حيث قال إنهما كالسد والرد وكالذكر، أي الحج كالسد وكالرد في كونه مصدرا، والحج وكالذكر في كونه أيضا مصدرا. ونقف الآن هنا مرجئين بحث الشطر الأخير من الآية الكريمة إلى الدرس الآتي بمشيئة الله تعالى وحسن توفيقه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مستمعي الأعزاء، هناك بقية لتفسير هذه الآية الشريفة، الآية 189 من سورة البقرة، سنتابعه في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم، لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.